مشاهدينا، عندما نقول سياحة مباشرة نستدعي السفر وتنقلاته، وطبعا طبيعة تكون جميلة، شواطئ، سهرات. أنا مبدري والله، أنا نام بدري بالسفر. عموما فقرة اقتصادك لليوم سنتحدث عن هذه المتعة، لكن من جانب التوفير، بل أكثر بساطة من الصور، الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا دون تكلف أو برامج، حتى البرامج التلفزيونية. طبعا نتحدث مشاهدينا عن سياحة البسطاء أو سياحة محدودي الدخل، لها أجواء مختلفة الحقيقة. ربما الانتقال إلى الشاطئ، البحر، أو أعلى سفح جبل، أو وسط مساحات طبيعية خضراء. هناك من يحظون بقدر من البهجة، صحيح منخفضة التكاليف أو الكلفة، لكن تظل في نهاية الصيف هي متعة، متعة بطعم مختلف. معنا الآن مشاهدينا في الاستوديو مدير عام شركة باص جيت للاستشارات السياحية محمد إبراهيم مصري. أهلا بك أستاذ محمد معنا. أهلا فيك. ما راح تعطيني لست؟ لا لسه، كنا نحكي فيها الهواء إن شاء الله. طبعا موسم الإجازات الصيفية لسه ما زال مستمر، قرب يعني شارف على الانتهاء، ولكن طبعا مع التضخم وارتفاع الأسعار التكلفة أصبحت يعني باهظة، مش الكل بيقدر عليها، ولكن الجميع له الحق بأنه يستمتع بوقته ويقضي إجازة، صح؟ أكيد صحيح. طيب. طبعاً طبعاً. وين يذهبوا؟ كانت تركيا قبل إجازة منخفضة، غالية والله، صايرة صار غالية. أيوة والله، ومش بس هيك، صار مكتظة كمان. بالضبط. شو الوجهات بالضبط البديلة؟ أكيد السياحة الداخلية واحدة من الجهات أو واحدة من الملاذات للهروب للحصول على قدر من جرعات السعادة في صيف 2023. رغم تواجد شركات طيران منخفض التكلفة، ولكن الاكتظاظ على بعض الوجهات اللي أصبحت معروفة جدا، صار يعني من الصعوبة مكانك تحصل على أسعار مخفضة أو تحصل على عروض، خصوصا فترة الصيف، رغم أنه طرح بعض العروض اللي تمت في الآونة الأخيرة. لكن السياحة الداخلية خصوصا بوجهات معينة، إن تكلمنا على السعودية أو تكلمنا على المملكة العربية السعودية أو تكلمنا على مصر أو الأردن، هناك العديد من العروض البسيطة، لأن سعر تذكرة الطيران يعتبر 60% من قيمة الرحلة أو ميزانية الرحلة، ولكن إذا استغنينا عن الرحلات الطيران وقدرنا نحن نوفر مثلا فنادق على مستوى الأربع نجوم والثلاث نجوم، نقدر نحصل الكثير من العروض، لأن خصوصا في الفترة في الآونة الأخيرة ظهر بعض الدعم الحكومي أو التوجه الدعم الحكومي لتوفير يعني عروض مميزة لأهل البلد لنقول أو للمقيمين. يعني سياحة داخلية. طب واللي ساكن في دول صعب أنه يكون فيها سياحة داخلية صيفيا مثل الخليج مثلا؟ بالضبط. رغم هالشيء هذا المؤكد منه أنه في بعض الرحلات القريبة مننا، حكينا مثلا عن سريلانكا، حكينا مثلا عن أوزباكستان، عن جورجيا، عن بعض الوجهات هاي اللي أصبحت محمد مشهورة. محمد 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 تفضل. محمد خليني أقول لك شيء. اليوم تفضل. ثقافة السياحة اختلفت طبعاً عند المواطن العربي من المشرق إلى المغرب. أكيد الشنطة الكبيرة اللي ماخذها وياه راحت. أكيد. اليوم أصبح في سياحة اختياريا كما قلنا، أنه عندك شنطة ظهر باك باك والجينز والتيشيرتات، وانت مختلف من قطار الى قطار، بل ان الناس تسافر بالحافلات المحلية. نعم نعم. وين نسافر؟ وين نروح؟ شلون هذه التكلفة المنخفضة؟ مش بخل بس استمتاع، استكشاف. بالضبط. أيه. هي النقطة الأساسية بالنسبة للسائح العربي أو لنقول الجنزي اللي هم الشباب أو العائلة الصغيرة. ما زلنا شباب الحمد لله. اللي ممكن ما زلت شباب أكيد سعادة الله يكرمك. النقطة الأساسية إن هو نحن لو نظرنا مثلا في بعض الدول أوروبا الشرقية، لو نظرنا بعض الدول الآسيوية، لو نظرنا إلى مثلا حتى لو نظرنا حتى لو شفنا مثلا ولا حتى عربية
عربيا قليل البيك باك، لو نقول احنا بدنا نحكي عن انظمه النقل الداخلي، نحكي عن القطارات، نحكي عن حتى كل الدول العربيه فيها مثل هاي بالضبط. فهي التحدي اللي بيصير بالنسبه انا، يعني اذا ذهبنا مثلا الى ايطاليا، بعض الريف الايطالي، لو نظرنا الى بعض الدول مثلا بولندا على سبيل المثال، اوكي استونيا، بعض الدول اللي خصوصا في الاونه الاخيره يعني الناس كلها صارت تذهب الى مناطق البارده، اوكي النرويج، السويد، بعض المناطق هذه، وفعلا يعني حتى توفر السكن البديل، ما عاد الناس كلها بدها تروح الفايف ستار والفور ستار والبراندات الكبيره بالضبط. بعض الكوخ موجود على جبل او موجود في مكان جميل، او حتى مجرد رحله عائليه تكون يعني بسيطه ما فيها يعني تخطيط كبير قبل السفر. شكرا جزيلا لك محمد إبراهيم مصري، طبعا كان معنا في الاستوديو هو مدير عام شركة باسجت للاستشارات السياحية. شكرا محمد. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.